لأنه اعتقاد عميد البياطرة هي حلقة جديدة من تعاسة هذه السلطة في تونس. يعني حقيقة معناها كل يوم تأكد الأحداث منذ انقلاب 25 جويلية 2021، لأن الناس أو بعض الناس تنسى أن هناك انقلاب وقع في تونس، وانقلاب بغيض وقع على الدستور وعلى الشرعية الدستورية وعلى المؤسسات المنتخبة. ونهار 26 نحن كنا واضحين مع الأستاذ راشد غنوشي، مع الجميع، معناها الشخصيات الوطنية الحرة، أن هذا الانقلاب سيشمل الجميع فيما بعد. وبالفعل اليوم نصر داعمين البياطرة، ولكن الحاجة الباهية في معناها فيما خلفت هذه الحادثة الأليمة الحقيقة، أنه تكاتف أو تضامن الصيادلة والأطباء والقطاعات معناها الطبية وشبه الطبية مع العميد، ثم الطلبة اللي نزلوا إلى شارع البنات بأعداد كبيرة، طلبة معناها الكلية بتاع البيطرة، ومعناها وقفوا مع العميد، وبان أنه قوة الشباب معناها الهادر في شارع البنات اليوم. لكن حادثة أليمة وأليمة جدا، لأنه الرجل شنو عملها؟ معناها تقريبا نفس الشيء، معناها كما الغنوشي، كما هو، كما برشا ناس، كما معناها عبير موسي، كما الكل، اللي يتكلم يدخل حبس، اللي يتكلم في تونس يدخل حبس. بالنسبة للسادة بياطرة، يعني أهل مكة أدرى بشعبها، ولكن أنا ديما أقول راهو الإنسان ينظر لمصلحة تونس وينظر لمصلحة الفلاحة. اللي وضع على رأسها رجل ما يفهمش لا في الفلاحة ولا غير الفلاحة، لكن تلك اختيارات قيس سعيد، وهي اختيارات حقيقة معناها غير موفقة تماما.